السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعي قناة الإبداع للشروحات المحاسبية. بداية 2019 إن شاء الله وزارة المالية أصدرت تشريع بفرض الضرائب على إعلانات الفيسبوك وجوجل في 2019. لقد قال الدكتور محمد معيط وزير المالية العامة يوم الأحد أن وزارة المالية تعكف حاليا على الانتهاء من مشروع قانون خاص بفرض الضرائب على إعلانات جوجل والفيسبوك والإنستجرام والمنصات الإلكترونية المختلفة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يعرض أمام الدورة البرلمانية الحالية الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، وذلك خلال النصف الأول من العام 2019.